لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. حزن كبير خيم على الجمهور في السعودية والوطن العربي خلال الدقائق الماضية بسبب وفاة الفنان فهد الحيان، ليتزايد بحثهم عبر محركات البحث ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب وفاة الفنان فهد الحيان الذي توفي إثر أزمة قلبية. كما ذكرنا لحضراتكم، كان الفنان محبوبا من قبل الجمهور ولاقى شعبية كبيرة بين عائلته وأصدقائه، ومنذ ذلك الحين كانت بدايته في التمثيل الخليجي، وقد حقق المزيد من النجاحات المتتالية ليصبح أشهر نجوم الدراما والكوميديا، وتنوع في الأدوار التي لعبها، لذا لم يتبنى أي لون من التمثيل، وهو متزوج وله 3 أولاد، ومنذ صغره كان من محبي التمثيل، خاصة أنه كان يشارك دائما في المسرح المدرسي. أما أسماء أولاده فهم شهد وحيان ورعد، وهذه كل المعلومات المتوفرة عن حياته الشخصية، فهو شخص يفضل الخصوصية ولا يشارك تفاصيل حياته الشخصية مع الإعلام. من أشهر أقوال فهد الحيان: ردة فعل جمهوري كبارهم وصغارهم عند رؤيتي هي أهم شيء. أما عن بعض الحقائق عن فهد الحيان، فهو افتتح شركته الخاصة للإنتاج عام 2006، وتوفيت شقيقته بعد عملية جراحية لنقل المعدة عام 2009، ويعد من المساهمين والمشاركين في الندوات والجمعيات الخيرية، وشارك في الفيلم الكوميدي السعودي خذ وخل إلى جانب عبير أحمد وهيا الشعيبي وراشد السمراني، وشارك بأداء صوتي في مسلسل الرسوم طيش عيال عام 2012، كما قام بنشر مقطع فيديو لنفسه وهو ينتقد برامج رامز جلال التي يقدمها سنويا بطريقة ودية فكاهية، كما قام بنشر مقطع آخر ينتقد فيه الدراما الكويتية دون المس بشكل مباشر لأي ممثل أو مخرج أو غيرهم. وبكده يا جماعة نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم. وفاة الفنان السعودي فهد الحيان عن عمر يناهز 52 سنة إثر أزمة قلبية. توفي الفنان السعودي فهد الحيان عن عمر يناهز 52 سنة إثر تعرضه لسكتة قلبية، وسوف يصلى عليه غدا الثلاثاء بعد صلاة العصر. واشتهر الحيان في السعودية بالأدوار الكوميدية في المسلسلات الدرامية، حيث يعد الممثل فهد الحيان من أبرز منتجي الأعمال السعودية الفنية، بجانب كونه رمزا من رموز الكوميديا في الدراما السعودية. ولد الفنان فهد بن محمد بن ناصر الحيان في 22 مارس 1971، وهو متزوج وله 3 أولاد، ومنذ صغره كان من محبي التمثيل، خاصة أنه كان يشارك دائما في المسرح المدرسي، وكان محبوبا من قبل الجمهور ولاقى شعبية كبيرة بين عائلته وأصدقائه. ومنذ ذلك الحين كانت بدايته في التمثيل الخليجي، وقد حقق المزيد من النجاحات المتتالية ليصبح أشهر نجوم الدراما والكوميديا، وتنوع في الأدوار التي لعبها، لذا لم يتبنى أي لون من التمثيل. ثم توجه الفنان فهد إلى الإنتاج خلال عام 2006، في الوقت الذي شعر فيه أنه مؤهل للإنتاج، حيث أنه أقدم على إنتاج مسلسل خليجي كامل، وأنتج مسلسل غشمشم عمل فيه بدور مميز، وهو دور البطولة الذي جسده على مدار 6 أجزاء. شاركته الفنانة هيا الشعيبي البطولة في 5 أجزاء. يذكر أن الفنان أعلن اعتزاله في عام 2014، وهو الخبر الذي شكل صدمة كبيرة للجمهور قبل أن يعود الفنان مرة أخرى.
ويعدل عن قراره. ومنذ بدايته في التمثيل الخليجي حقق المزيد من النجاحات الواحدة تلو الأخرى ليصبح أشهر نجوم الدراما والكوميديا، وتنوع في الأدوار التي لعبها. كانت الفرصة الأولى التي تمكن من خلالها من عرض موهبته في جمعية الثقافة والفنون، وانتهت مقابلته بالنجاح، وطلب منه الفنان ناصر القصبي المشاركة معه في مسلسله الكوميدي الشهير طاش مطاش، فبدأ بالظهور في الموسم الثاني منه، واستطاع بخفة ظله لفت الأنظار إليه. رغم دوره كان دور ثانوي، فكانت بداية شهرته الواسعة، وتعرف عليه الجمهور في المملكة العربية السعودية. ثم توجه الفنان فهد إلى الإنتاج خلال عام 2006 في الوقت الذي شعر فيه أنه مؤهل للإنتاج، لأنه أقدم على إنتاج مسلسل خليجي كامل بعد خبر رحيل الفنان السعودي فهد الحيان صباح اليوم بأزمة قلبية. نسترجع الذاكرة لآخر ظهور على الساحة الإعلامية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ففي حسابه عبر برنامج التيك توك كان آخر منشور مرئي له تهنئة بعيد الفطر المبارك، وظهر أيضا في شهر رمضان ضمن برنامج نخوة، حيث شهدت الحلقة المذاعة على قناة السعودية ردود فعل مجموعة من الشباب بعدما وقعت مشادة بين صاحب سيارة وموظف صف سيارات بسبب تأخره نصف ساعة لجلب السيارة. وفي مشهد تمثيلي جسد الفنان فهد الحيان دور صاحب السيارة، حيث بدأ المشهد التمثيلي باعتراضه على موظف صف السيارات لتأخره نصف ساعة وإهانته بإعطائه 100 ريال. وخلال الحلقة تدخل بعض الشباب للدفاع عن الموظف الذي تعرض للإهانة ليواجه صاحب السيارة والرد عليه بكل قوة، في تجسيد رائع لنخوة شباب المملكة في الدفاع عن من يحتاج للمساعدة. ومن جانبه أشاد الفنان فهد الحيان بنخوة وشجاعة الشباب في الدفاع عن الموظف، لافتا إلى أن من بينهما شابا ترك أسرته في الشارع للدفاع عن موظف تعرض للإهانة ولم يتركوه إلا بالكشف عن حقيقة البرنامج. أما عن غيابه عن المسلسل السعودي الكوميدي طاش مطاش والذي سمي بطاش العودة، فقد ذكر خلال مقابلة معه عبر قناة الكويت قائلا: لم أندم لعدم مشاركتي في مسلسل طاش مطاش 19 الذي عاد بعد سنوات من التوقف في دراما رمضان 2023 تحت عنوان العودة. وقال الحيان: الحمد لله ما ندم، وعرض علي حلقتين فقط، ولو مثلت بيقولون ما عنده إلا شخصية هزار، في إشارة إلى شخصيته التي اشتهر بها من خلال طاش مطاش، ولكن لو كان عدد الشخصيات أكثر كان بالإمكان الموافقة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.